لو الحكاية فيها إن فيتو. أحداثي بعد قليل إجراء القرعة الأمنية لاختيار من وقع عليه وكتب له أداء الخريطة من هذا العام. رضى الله العلي القدير أن يكتبها لكم جميعا. وقد حرصت وزارة الداخلية منذ بدء الأعداد برحلة الحج على تقديم كافة الخدمات وتيسير الإجراءات لجميع المتقدمين، بدءا من تلقي الطلبات حتى إجراء القرعة. إن شاء الله استكمالا لباقي الإجراءات حتى العودة بسلامة الله. وزارة الداخلية دائما تولي حضراتكم الاهتمام الأول بالعمل على راحتكم أثناء الحج. والحرص على أن يغطي الجميع الرحلة وقد توفرت له كل سبل الراحة حتى تؤدي المناسك والعودة بسلامة الله. قدم مديرية أمن القاهرة هذا العام 21,716 طلب لأداء الخريطة. القصة المقررة لمديرية أمن القاهرة 3,718 حاجة بإذن الله. خصص نسبة 10% باعتبار السن 372 حاج للمناة. هناك نسبة احتياطية في حالة الانتظار لمن وقع عليه اختيار القرعة بعدد 930 حاج إن شاء الله. إن شاء الله بعد قليل سيتم اختيار من ستكتب له أداء الفضيلة من خلال الحاسب الآلي ضمانا للشفافية وعدم تدخل العنصر البشري.